نحن مخوفين من ردة الفعل الدولية، لأنه الدول معظمها أمريكا وأتباعها كذا، يعني معظم هدول يعني داعمين قسد، فشن عملية عسكرية لتركيا على قسد بده يؤدي لأنه بده تعمل صدام مع الغرب ومع أمريكا ومع كذا، أجل ينعكس علينا، بده يصير علينا زيادة ضيقة. بالنسبة لمخاوف من العملية العسكرية اللي بتشنها تركيا ضد المجموعات المسلحة من قسد وأتباعها، فهي عملية أنا برأيي كتير مفيدة، وخاصة إنها أما نحن بنتمنى أنه يعني يصير عملية عسكرية ضد النظام، والنظام يرجع ما بعد مورك ما بعد كفرنبل، ونتمنى هالمهجرين يرجعوا على ديارهم يرجعوا على بلدهم، يعني هذا أهم شيء، ونحن قلبا وقالبا مع كل عملية عسكرية بتكون ضد النظام. ونخاف انه نحن انه ما ينعكس علينا سلبا مثلا، هذا مؤاخذة، يعني بالاخير نحن بنتراكس علينا. اليوم الدولار عم يحكي حكي اردوغان، الدولار صار ب 17 ليره، فكيف اذا دخل ده بده يصير ب 20؟ هذا اللي خوفاني منه.